مقتل مدني وإصابة آخرين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي. مقتل مدني وإصابة 17 آخرين معظمهم نساء وأطفال بغارة من قبل الطيران الروسي على بلدة التبانعة في ريف إدلب الجنوبي. الفصائل المقاتلة تتمكن من صد هجوم لقوات النظام على جبهة تلسكيك في ريف إدلب وتعلن قتل جميع أفراد المجموعة التي حاولت التقدم. قوات سوريا الديمقراطية تحظر تجوال الدراجات النارية داخل مناطق سيطرتها في ريف دير زور الغربي بدءا من اليوم وحتى انتهاء عيد الأضحى المبارك. لاجئ سوري ينشئ تطبيقا للهاتف المحمول يمكن مواطني الشرق الأوسط من إرسال الوثائق بوسيلة أسرع وأرخص من الشاحن من خلال الاعتماد على مبدأ الخدمة التشاركية بين العملاء. مقتل 13 شخصا وتهدم أكثر من 200 منزل إثر إعصار ضرب ساحل جنوب شنغهاي في الصين. مليونان ونصف مليون حاج يؤدون ركن الحج الأعظم الوقوف في صعيد جبل عرفات ويستعدون للانتقال إلى مشعر مزدلفة مع غروب الشمس اليوم السبت.